معك محمد يونس الأقرع أحد الصيادين. يعني هيك زي ما أنت شايف الدمار الكامل، مصدر رزقنا وحالنا البحر، فيش أي حاجة غير البحر، ولا بديل ولا شيء غير الصيد، يعني لا شغلة ولا عمل. هذا مال قرايبي ودار عمي، لا ظل حسف ولا ظل مكان ولا ظل شيء، إنه الزوارق هلكتنا هلك يعني. لا ظل حسك ولا ظل مواتير ولا ظل مكان ولا، واغلبيه يعني اخذوا البحر بعد ما دمرتوا الزوارق كله، ما ظلش شيء، دمار زي ما انت شايف. هاي هذول خمس حسكات اللي شايفهم بمالن بشناشيلن ما ظلش شيء يعني. هذا خمس حسكات هذول شايف، وغازي عندك اربع حسكات وانا تنتين، دمار شامل يعني. لا ظل ماكينه ولا ظل ماتور ولا ظل كشاف ولا ظل غزل ولا يعني، روح يحلق شعر ومن غير شيء، نضاه. ايش حقنا هذول؟ ايش بدي اقول لك؟ الوفات يعني، احكي فوق الالوفات. الوفات يعني، باع اللي باع داره اللي باع ارضه اللي باع ذهب مرضه وباع حاله وباع يعني لما كون ربعه لسه مديون يعني، الدين اللي عليهم لسه من اللي كونوا فيه مال. الدين اللي عليهم لحتى الان متراكم اكثر من اللي راح في مالهم يعني، اغلبيته الديون كل. والله عندك انا اربع حسكات لسه ما اندفع يمكن من نص حق نشت.